استاذ امير علي، مرحبا بك معنا في اصوات. نهار كبير هذا، شرفتينا. ترحب بكم جنة خويا العزيز، وشكرا على الاستضافه، وتحياتي للطاقم كله اللي مخبع مورا الكاميرا، لان هذوك هما الجنود الخفاء اللي والناس المونتاج والناس ديال سميتو. شكرا لكم نتوما والمتتبعين ديال اصوات. الله يخليك استاذ امير علي. استاذ امير، تبارك الله، اسم على مسمى. كما هو معروف انك بديتي المسيره ديالك الفنيه في الاوائل ديال الثمانينات في مدينه مكناس. نعم. بغيناك تهضر لنا شي شويه على هذه الفتره هذه. باختصار، كنت ادرس بالمعهدين، كنت كنقرا في الليسي، ومن طون كنقرا في المعهدين اللي هو معهد تابع لوزاره الثقافه اللي كان فيه المرحومين الحاج حمد اقومي والحاج حسين التلالي. نعم. وقريت في المعهد الموسيقي اللي هو البلدي، اللي كانت فيه الموسيقى مودرن، اللي كان فيه الكلاسيك، اللي قريت فيه الموسيقى الكلاسيكيه واله الكمان والسولفيج والانغام الموسيقى العربيه، اللي كان فيها عده اساتذه عندي: بكر حيه وناظم البرم، ولي ادريس الوزاني الشاهدي، بطاجي العربي، الوهابي، سيدي محمد الاشاب، الهواري، عدة أساتذة كانوا عندي. الحمد لله كانت انطلاقة جميلة. ثم بديت وعدة حفلات مع الحاج حسين التلالي الله يوليه برحمته، كانت بداية ديالي طربية والملحون وجميع التور، أنواع التورات المغربية، إلى أن من ثم مشينا مشينا أمريكا. الأستاذ أمير علي، مادام ذكرتي لنا الحاج حسين التلالي، نعم، واش ممكن تعطينا شي مقطع؟ على الراس والعين، وغادي نفكر الاخوان في الحمد لله في اداء الحاج. كنت عايش معاه حفلات سهرات، وغادي نستغرب متعينكم غتسمعوا. نعم. الحاج ماشي كنقول عمي، عزيز عليا، وهو مدرستي، وهو الحاج حمد اقومي الله يوليهم برحمه الله. رفع عليا بنزار يا ابو عينين مهدبة سكرة، قلبي فينا بحبك يا مصقوغ الشفار يا زين الصورة. زينك باهي مسرار يا من صلتي بالعزو التيرة، نفنى الى نشاهد داك الخد البهيج تكسي حمورة، كاز بدا في عكار والخال غلام حريص للعبرة، عساس في رياض الوجناس مو يلوح للقلب كدورة، مالك مني حدار يا نعت الشادرات عالكفرة، يا توقت المهر يا جيد الدروج يا رماقلي عفورة، أنا بين يدك عار تقبل مني تدمام والحزرة، وعلاش يا غزالي تسقيني من جفاك كيسان مرورة. رفع عليا بمزار يا بو عينين مهد بسكرة، قلبي فنا بحبك يا مصبوغ الشفار يا زين الصورة. الأستاذ أمير علي، المسيرة الفنية ديالكم فيها بزاف ديال المحطات، من بين هذه المحطات كاينة سنة 1986. نعم. اللي مثلتي فيها المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية. كان الحمد لله، كانت شاء القدر أنني مشيت الميريكان في 86 للرواق المغربي اللي هو في أورلاندو فلوريدا. أنا ذاك كان المغفور له الحسن الثاني بسياسته الحكيمة، كان لو سول بافيون، الرواق الوحيد اللي دار في ديزني وورلد، أنا ذاك هو المغرب، ما كاين حتى دولة عربية إلى يومنا هذا، هو المغرب. والبارك اكزاكتومون سميتو إبكات سنتر، والبافيون ماروكان كنت فيه أنا ذاك، كنت لو ليدر، كنت أنا اللي مكلف بجميع الفنانة والتداريب ديالهم وكل ما يقومون به من كنت أنا اللي مكلف التداريب وكل شيء. كنا واحد 21 موسيقي. المهم دازت
الحمد لله سنوات وسنوات 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 من بعد 1999 بغيت نبدل السيستم ودرت واحد لاتروب ديالي اللي هي سميتها موراكين MOROCKIN فيها ماروك فيها الروك فيها كانوا معايا فيها امريكيين كانوا اسبان كانوا مغاربه كانت فرقه ديال الفيزيون اللي تفوقت تفوق كبير ودرنا اربعه ديال الالبوم وكانوا يتباعوا الحمد لله بارت اوف ديزني وكانت الامور بخير الى استمريت الى غايه 2009 وفاز دخلت المغرب يعني 25 عام وانا بمثابه ما يسمى مدير فني ديريكتور ارتستيك ديال الفرقات ديالي ديال الفرق ديالي ماشي ديريكتور ارتستيك باش ما تفهمش بالمفهوم ديال ماشي ديريكتور ارتستيك مكلف بالموسيقى في الرواق المغربي الحمد لله بكل افتخار ومثلت المغرب احسن تمثيل عزفا وفنا واخلاقا الحمد لله الحمد لله في 2004 استاذ بالضبط دخلتي للمغرب ياك وكانت كانت تما الانطلاقه ديال الالبوم ديالكم اللي هو مينا اي 2004 كانت انطلاقه كان مهرجان اسمه روافد كان انذاك كانت تنظم وزاره الثقافه كان في الدار البيضاء نعم وجبت الفرقه كامله من امريكا وواحد المعامله رائعه والطاقم كله ديالي جبته بما فيه لي زانجينيور دو سون بما فيه كل شيء ودرت سنه اخرى هذيك كانت الانطلاقه فطلقت الالبوم مينا لا شونسون مينا كانت هي فال خير كي كيقولوا علاش باش بديت وكنت سنيت مع واحد لا ميزون دو ديسك ما بقاتش كانت بلاتينيو في كازا هما اللي فرقوا لي لي زالبوم في المغرب والحمد لله كانت تما الانطلاقه للراديوات والاعلام وبشويه بشويه الحمد لله حتى نعم نعم بغينا نعرف كيفاش اختاريتي الاسم ديال مينا بالضبط الاغنيه اهير كان هي انتم كان انتم اللي يعني اسم متداول ما كيجي ما عندوش مينا في العائله امه اخته صديقته بنته يعني اخترعت انتم اللي الحمد لله نعم. نجاحو كان كلام نقي وموسيقى اللي هي مغربيه نعم الحمد لله ودابا خدامين على شي اعمال جديده عندي اعمال جديده كثيره درت اعمال جديده بزاف وكانوا المحطات بزاف بغيت نهضر على راسي قال لي بزاف كانت من امريكا الموسيقى قادتني الى 35 دوله نعم غير مع خويا وصديقي الفنان الحاج يونس درنا واحد 13 دوله ما فيها البرازيل والهند اللي ما كنتش نحلم نمشي لهم الهند والبرازيل و درنا الدول العربيه درنا بولونيا درنا الالمان درنا فرنسا درنا هولندا يعني ما خليت انا والحاج يونس فين مشينا رفيقي رفيق والصديق الفنان ودرت جولات راسي جولات مع عصام كمال اللي كنعتبره خويا الاصغر سجلت معاه كاع الاغاني ديالو من نهار بدا من دنيا ملي بدا مع ملي ما بقاش مع مازاغون كاع النجاحات ديال عصام كمال فيهم لا توش ديال الكمانجه ديال خوك ولا العود ولا لي فيولون ولا الكوغال ولا شي حاجه اللهم لك الحمد وبزاف لي جينيريك ديال الافلام بزاف ديال المسلسلات موسيقى الافلام موسيقى دي سيت كوم موسيقى تيلي فيلم موسيقى لي جينيريك دو كاميرات كاش خفيه موسيقى الجينيريك ديال رشيد شو كانت ديالي في 2015 2017 انا اللي كنت كنقول لو جينيريك ولا ميوزيك تلحين ديالي مع خويا رشيد الوالي اشتغلت مع خويا وصديقي حسن الفد نعم اشتغلت اسم فيلم الحماله مع سعيد الناصيري والحمد لله المسيره غادا بقى نعم. والجديد ان شاء الله في الطريق اللي بغيت نتكلم عليه كانت دفعتها في الدعم ديال الاغنيه المغربيه اللي وزاره الثقافه دايره لدعم الاغنيه المغربيه والحمد لله دفعت اربعه ديال الاغاني عندي مشروع ديال 10 اغاني دفعت اربعه وملحن هذه الاغاني انا هذه 38 عام وعاد شاءت الأخضر الحمد لله الأمور تبدلت حقوق المؤلفين وحقوق المجاورة واللو في المستوى مديرة في المستوى إدارة في المستوى فينالمون الحكمة سيدنا والوزارة اللي كيجتهدوا والفنانين اللي كان لهم كل احترام كل من ساهم في إنجاح و تنقية هذا الميدان اللي كان من قبل فيه الغموض والله لك الحمد الآن الأمور غدا بخير من حسن إلى أحسن أستاذ أمير علي واش يمكن لك تسمعنا شي حاجة من الأغاني
الجديده ديالك ونظرا للطيبوبه ديالكم ونيكسكلوزيفيتي لجريده اصوات غادي ندير لكم واحد المقطع من هاد القطعه اللي حمتها هذيك 38 عام وكملت التلحين ديالها في الكونفينمون. نعم. والحمد لله غادي تفكركم في الزمن الجميل، غادي تفكركم في الكاليف والخياط حيت لحنتها في ديك الحقبة. ديك الحقبة ولكن كملت عليها سميتها حكيت عبي كلمات الشاعر الغنائي من كناس سميتو ولا حفيد المراني والحال عبد ربي لما كان عمري 16 سنة الآن 55 سنة ما شاء الله. نعم. اكسكلوزيف ليكم هادي كيف بدات بخفقة قلبي بنظرة بسمة أم بعبرات حكيت حبي ما عرفتش كيف بدات بخفقة قلبي بنظرة بسمة أم بعبرات بديتها بسمة يمكن صافية كسمة يا سلام وبعدها بكلمة يمكن أحلى من نغمة يا سلام ديتها بسمة يمكن صافية كسمة يا سلام بعدها بكلمة يمكن أحلى من نغمة يا سلام لا 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 وما عرفتش كيف بدأ كيف نسيت لبدو يا ناس كيف خديت بيدي الكاس كيف نسيت لبدو يا ناس كيف خديت بيدي الكاس اي جهة نسمت الحب عبير ويفوح عبير ويفوح ولأي جهة حسيت بالقلب يميل ويبوح انسيتي انا حكيت حبي ما عرفتش كيف بدات بخفقة قلبي بنظرة بسمة بعبرات الاستاذ امير علي الناس كاملين كيعرفوا أمير علي الفنان. نعم. إحنا اليوم بغينا نسولك وبغينا نعرفه الأستاذ أمير علي الإنسان. أمير علي الإنسان إنسان طبيعي بتربيتي بأخلاقي عندي مبادئ في حياتي كان حب الناس اللي دايرين بي عندي مبادئ في حياتي اللي هي هم العائلة ما تصفرت فيهم عندي أمي الوالدة ديالي اللي هي عيانة عندها 86 سنة وعندي بنية عندها 8 سنين هما حياتي هما باش نفس وتنعيش والمواقف ديالي في الحياة هو
نكون زوين مع الناس، ما نغلطش مع الناس، نمشي مع الحياه ونخلي صوره زوينه، نخلي بسمه زوينه من الميدان الفني بخيرها وشرها بشحال هذه. يعني راكم شفتوا في ميزان تيرفيو في الماضي، نعم، كل شيء باين، شخصيتي كتخرج كلها، يعني ما مزورش، ما كنبغي الحق، ما كنبغيش الظلم، كنبغي كنسامح في حقي لارضاء الاخرين، كندافع على حقوق الاخرين، وما عندي مراه لا اهداف لا والو. كاين اللي كيهضر مثلا نهضر على الفنانه، او نهضر على التعليم، او نهضر على تيسحب، ولا كاين اللي كيسحبوا شي جهه عطياني شي حاجه، حتى واحد ما كيعطيني شي حاجه، راه اللي كيعطيني كان هضر هذاك. باغي نمشي ونخلي في هذه الحياه بصمه زوينه. اصدقائي، عندي اصدقاء فري، عندي اصدقاء اللي تيحبوني من غير الميدان الفني، اصدقاء اللي كنكن لهم كل الاحترام. عندي خوت اللي كنحبهم لدرجه لا تتصور، اللي دائما في جنبي، ودوك الاصدقاء اللي تاهما دائما في جنبي، عندي في امريكا وفي المغرب، واغلبهم لا علاقه لهم بالفن، لان بارفوا خوك في العرب هذوك الفنانه ما عندي قلها. عندي الحاج يونس، ايمن التيفي، راشد الوالي، زيد عليهم واحد جوج اخرين اللي نسيتهم دابا تفكروا. اما الاصدقاء اللي دائما في جنبي وتيعيطوني في السراء والضراء، لا علاقه لهم بالفن، في الامن، في المعاماه، في الفلاحه، في صديقي مدرب لهم نور الدين بوحديمي، راه عاد مشى اليوم للونطريمون، داو المنتخب المغربي الحمد لله، داو للمره السادسه لبطوله العالم. دونك هذه هي حياتي، انا حياتي درتها باختصار، كنبغي نسافر، كنعيش، كنضحك في يد الله، ورضات الوالدين. الا كان عندك الطابع ديال الوالدين ربي ما عمرو غيخيب. نعم، هذا شيء اكيد بالسد. الجينيريك رشيد الشيو القديم، عبد ربي هو صاحب الالحان والتقديم ديالو، توزيع الموسيقى عصام كمال، صديقي عصام كمال، من الالحان عبد ربي. وكنت نقول فيه Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Rashid Show. دابا عرفتو بين حلقي انا اللي كانوا يعملوا. استاذ امير علي، سبق لك مارسي رياضه السباحه مع النادي المكناسي اكثر من الموسيقى. شنو سنه بالضبط؟ والسباحه بديتها الاج دو 8، يعني في 72 76 في 72 بديت السباحه، درتها 14 سنه، كنت في النادي المكناسي للسباحه اللي للان لحد الان يقام له ويقعد في البطولات الوطنيه والدوليه. فكنت بارمي لي ناجور، الاصدقاء ديالي اللي كل واحد في دوله دابا، والاغلبيه الحمد لله كلهم بخير عليهم، كنوجه لهم التحيه. كنت بطلا في السباحه في الكريتيريوم دي جون، كنت كنعوم سباحه الفراشه والسباحه الحره، وكنت كنلعب كره الماء مع النادي المكناسي، وقادتني هذه التجربه للمنتخب الوطني. وكنت باقي سباح باش مشيت منها، مشيت لامريكا. نعم. ودرت السباحه شي ايام قليله في ميريكان، ودربت السباحه للاطفال في فلوريدا، بالضبط في اورلاندو فين كنت ساكن، دربت السباحه، كنت كندير مونيتور بريفي، وشاءت الاقدار والظروف حتى انقطعنا، حتى بقى البركه، بقى كاينه البركه. ولعبت كره القدم كذلك مع النادي المكناسي، لعبت في المينيم، لعبت ايام بيدان وايام عزيز الديدي الله يرحمه، وعزيز بن نونا ورحمه الله، مات لاعب دولي من اروع ما شفت عيني في حياتي، عبد القادر الخليفي بيقشا طويرتو، مات توفى وفاته المنيه، لعب ضد مارادونا. فهادو الناس مع من كبرت ومع من عشت ومع من، والحمد لله شاءت الاقدار تمشيت لامريكا، والموسيقى هي اللي قادتني من الرياضه دائما أمارسها دائما الحمد لله. تبارك الله عليك أستاذ أمير علي، واش يمكن لك تهضر لنا شي شويه على الصعوبات اللي لقيتي في المشوار الفني ديالك؟ أولا شكرا على السؤال، سؤال محلو. أي إنسان في أي دومين، في أي ميدان كيمر من صعوبات، واللي كيخدم وكيجتهد وكيطرق البيبان كي تنقولوا، وكيكد ويجتهد تيوصل بجهد الله وبجهد المجهودات ديالو،
ولكن الصعوبات الكثيرة اللي عالمية هي أزمة عالمية. فهذه الظرفية ديال هذا الوباء الله يبعدوا علينا كي تنقولوا لأن عينا. وهذا والميدان الفني كان 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 نتأثر بما يمر به الفنانون. ما تنهضرش هي على راسي، لا هضرتي على راسي كنت سما أناني أنا، لا أعاني ولكن في صمت، ولكن عندي عزة نفس الله سبحانه وتعالى، عندي عزة نفس، عندي حويجات أخرين تنحاول ترقبي من أخرين، ولكن هناك من هو اللي مضرور أكثر مني. بزاف الناس مساكن في المغرب مضرورين أكثر مني، وفي العالم كله راه أزمة عالمية باش يعرفوها الموسيقيين والفنانين. والميساج اللي بغيت نصيفط، أتمنى من الله، غادي نشوف في الكاميرا ونقولها، أتمنى من حكومتنا الموقر، حكومتنا الموقر الرعاية والنظر لوضعية الفنان. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، نتوسل إليكم، راه وصلنا درتي ديك هزينا الإعلام، نتوسل إليكم، شوفوا من حال الفنانين في المغرب، راه عندهم وليدات، راه عندهم عائلات، راه وصلوا لواحد النيفو اللي راه لا يتصور. بليز الله يجازيكم بخير كمسؤولين، الفنون هما مرآة الشعوب، الفن هو مرآة الشعوب، والمغرب معروف بفنه، المغرب معروف بثقافاته، المغرب معروف بأنواع وشتى أنواع الفنون. حنا هما اللي كنكونوا مساندين في السراء والضراء. فما ليش هاد المرة نتابعوا لهاد الناس؟ ماشي تعطيه داك الشيء قليل، نو عطيه باش يعيش العيش الكريم. وتحياتي لكم أستاذ أمير علي. إلى قلنا لك تختار ما بين المغرب وأمريكا، شنو غادي تقول؟ بحال اللي كيقول لك تختار بين أمك وبنتك هكا غير صبا. المغرب حياتي وقلبي، وأنا مغربي في دمي وفي عروقي وفي روحي وفي كل شيء، والدليل هو وجودي الآن في المغرب. نقول هي الأم ديالي، بلدي الأم، بنتي شبهها بأمريكا. أمريكا دوز فيها أكثر من اللي دوز في المغرب، دوز 35 سنة وما شفت من أمريكا غير الخير، وغاصة أمريكا، بفضل أمريكا صرت مشهور، وليت مشهور في المغرب. فما يمكن ليش نكر الفضل تديال ديك المدينة في هذوك بلدي الثاني. ودائما أقول بلدي الأول هو المغرب، ودائما الله الوطن الملك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو عبد ربي، وطنيتي دمي، وخا نمشي لأي دولة مغربي كنبقى، في نظرهم مغربي، في نظر انت فروم مراكو، انت فروم مراكو، يعني راه هذيك راه معايا في دمي ما يمكن ليش. ومفتخر الحمد لله، سيبا ماشي عيب. المغاربه الحمد لله تمشيو في الخارج، تمشي للخارج وكيهزوا الدرابو كي تنقولوا، تيرفعوا يحمروا الوجه للمغاربه ويعطيو صوره نقيه على المغربي الاصيل، المغربي الحر. ماشي نمشي نعطي الموفيز ايماج، مي نمشي ونعطي صوره زوينه على المغاربه الحمد لله، وهي اللي عطيت بفضل ربي سبحانه وتعالى ورضات المهمه. الله عليك استاذ امير علي، شكرا على تلبيه الدعوه. الرسول خويا، وشكرا تحملتي تعب الرسول. ما كاين تعب، لا 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 لا، ما كاين تعب الحمد لله. وشكرا للموقع ديالكم الموقر، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. ماجازين اصوات، ماجازين واصوات، جريده اصوات، جورنال اصوات، كنتمنى لكم النجاح والتوفيق والاستمراريه ان شاء الله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.